بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، ألتقي معاكم اليوم في درس من دروس مقرر فيزياء 3 فيز 219. درسنا اليوم هو الدرس الثاني من الفصل الأخير، وهو الفصل السادس. عنوان الدرس الحيود. طبعاً إحنا أعزائي الطلبة نذكر في كل حصة دراسية نبتدي فيها تجهزون معاي الكتاب المدرسي والورقة والقلم والآلة الحاسبة عساس تكتبون الملاحظات اللي راح نتطرق إليها في درس اليوم. درسنا اليوم جداً سهل وبسيط وقصير كذلك، لكن بس يحتاج منكم إلى تركيز في النقاط الأساسية اللي راح تنعرض في خلال هاي الشرح. نبتدي مع بعض. أهداف الدرس توضيح كيفية تشكل أنماط الحيود من خلال تجربة الشق الأحادي. والهدف الثاني، كالعادة نطبق مسائل تدريبية على حيود الشق الأحادي. طبعاً أعزائي الطلبة، إحنا أخذنا سابقاً بأن مفهوم الحيود هو عبارة عن انحناء أو انحراف للموجة إذا عبرت خلال حاجز أو اللي هو فتحة ضيقة في حاجز. فنشوف مع بعض التعريف. هي ظاهرة انحناء الموجة عن اتجاهها الأصلي عند نفاذها من فتحة ضيقة في حاجز وانتشارها في المنطقة الواقعة في الحاجز. هذه مفهوم الحيود. إنزين، ماذا يحدث أعزائي الطلبة عند عبور الضوء المترابط بين حافتين متقاربتين؟ بكل بساطة يحدث بأن يتكون عندي نمط حيود يتكون من ماذا؟ تداخلات. وهذه التداخلات عندي نوعين عزيزي الطالب من التداخلات، تداخل بنائي وتداخل هدمي. نلاحظ مع بعض أعزائي الطلبة الأشكال اللي أمامنا في كما هو موضح أمامكم. لاحظ عزيزي الطالب بأن عندي هني الهدب المركزي المضيء، وهني كذلك الهدب المركزي المضيء، وهني الهدب المركزي المضيء. لاحظ عندي على جهة اليمين واليسار لي اللي هو الهدب المركزي المضيء يكون عندي أهداب ضيقة على كل من الجانبين في كل الأشكال اللي أمامنا. لاحظ الفروقات بين الأضواء اللي عندنا. لاحظ عزيزي الطالب في الشكل اللي أمامك عندي للضوء الأحمر، وعندي الضوء الأزرق، وأخيرا الضوء الأبيض. نبتدي نشتغل على كل اللي هو ضوء على حدة. لاحظ في الشكل اللي عندك هني للضوء الأحمر بأن نمط الحيود حق هذه الشق الأحادي أو المفرد يكون الهدب شفيه الهدب المركزي أكثر عرض. لاحظ عزيزي الطالب هني أكثر عرض. لاحظ في الضوء الأزرق بيكون أقل من الضوء الأحمر. إنزين، أشوف عندي هني في الضوء الأبيض الضوء الأخير، ألاحظ بأن نمط الحيود عبارة عن شنو؟ عبارة عن مزيج من أنماط ألوان الطيف كما هو موضح في اللي هو الشكل اللي أمامكم. واضح أعزائي الطلبة؟ نتطرق الآن إلى مبدأ العالم الفيزيائي هايجنز. شنو قال العالم الفيزيائي اللي عندنا؟ لاحظ عزيزي الطالب الشكل اللي أمامك. يقول العالم بأن الموجات تستطيع أن تنحني فيما وراء العوائق، وهذه الظاهرة ما ذكرنا بأنها هي ظاهرة الحيود اللي هو انحراف وانحناء الموجات. فلجأ إلى هذه المبدأ عشان يفسر لنا ظاهرة الحيود. لاحظ بأن في هذا المبدأ وفي تفسير ظاهرة الحيود ذكر بأن كل نقطة في جبهة الموجة، لاحظ عزيزي الطالب كل نقطة عندي في جبهة الموجة تعتبر كمصدر لمويجات صغيرة تنتشر في جميع الاتجاهات. لاحظ بأن جزء من قمة هذه الموجة يرتطم بالثقب الصغير اللي عندي هني في الحاجز أو في الفتحة الضيقة اللي عندي، فتكون مصدر موجي جديد. لذلك تنتشر الموجات نحو الخارج من الثقب،
وحتى تملأ كل المنطقة الواقعة خلف الحاجز اللي أمامنا كما هو موضح في الشكل أعزائي الطلبة. واضح؟ إنزين أعزائي الطلبة، انتقل الآن إلى عرض تجربة الشق الأحادي كما هو واضح في الشكل اللي أمامنا. هذه طبعا صورة مكبرة لتجربة الشق الأحادي. لاحظ عزيزي الطالب بأن أنا عندي مصدر للضوء، لموجة الضوء، عندي هني شق أحادي وعندي الشاشة أو اللي نسميها سكرين. طبعا تعرض على الشاشة اللي هو الأهداب، وهذه الأهداب تكونت نتيجة التداخلات، عندي تداخل البناء والتداخل الهدام. لاحظ عزيزي الطالب بأن إذا أنا أريد إيجاد عرض الحزمة المضيئة أو الهدب المركزي المضيء في حيود الشق الأحادي اللي هو برمز لبرامج 2X، طبعا 2X بتكون من وين لوين عزيزي الطالب؟ عندي من هني إلى هني، هذه أرمز لبرامج 2X. لاحظ العلاقة عزيزي الطالب اللي أمامك، 2X1 تساوي 2 لمدة، واللمدة هي الطول الموجي للموجة الضوئية مضروبة في L. الL هي عبارة عن المسافة عزيزي الطالب بين الشق وبين الشاشة، وأرمز لها بالرمز L، هي عبارة عن بعد أو طول، مقسوما على الW، والW هي اللي هو عرض الشق. لاحظ كما هو موضح في الشكل اللي أمامك. طبعا إذا أنا بغيت أحصل على اللي هو البعد بين مركز الهدب المركزي المضيء والهدب المعتم الأول، يعني أبغي بس هذه المسافة، ركز معي عزيزي الطالب، أبغي بس هذه المسافة اللي هي X1، فبقسم اللي هو الطرفين المعادلة على 2. واضح أعزائي الطلبة؟ طبعا ذكرنا العلاقة اللي عندنا، نعيد ونكرر ونركز أعزائي الطلبة على أن إذا أنا أبي أحسب البعد بين مركز الهدب المركزي المضيء والهدب المعتم الأول، يجب أن أقوم باختصار العدد 2 من الطرفين عندي هني في المعادلة. إذا بغيت أن أنا أوجد موقع الأهداب المعتمة اللي هو اللي عندي الأخرى، شو بستخدم؟ أي معادلة. لاحظ عزيزي الطالب أن أنا بستخدم المعادلة اللي أمامنا بالتعويض بقيمة الأم. طبعا الأم هي عبارة عن اللي هو موقع الهدب المعتم بحسب الرتبة، عندي بعوض بقيمة الواحد فإذا هذه الرتبة الأولى، بعوض باثنين بالرتبة الثانية أو اللي هو الهدب المعتم الثاني، وهكذا لكل سائر الأهداب. واضح أعزائي الطلبة طريقة التعويض في المعادلة أو العلاقة اللي عندي، وماذا تعني كل ماذا يعني كل رمز في المعادلة اللي أمامنا. انتقل الآن أعزائي الطلبة إلى تطبيق لهذه العلاقة والمعادلة اللي عندي. نجهز الورقة أعزائي الطلبة والقلم ونفكر في حل هذا السؤال. يلا، يقول التمرين: يسقط ضوء أحادي اللون طوله الموجي 546 نانو متر على شق مفرد عرضه 0.095 ملي متر. إذا كان بعد الشق عن الشاشة يساوي 75 سنتيمتر، فكم يكون عرض الهدب المركزي المضي؟ نفكر، بعطيكم وقت عشان تحلون وتفكرون في طريقة اللي هو استخراج المعطيات كما احنا متعودين في حل المسائل. استخرج المعطيات، اشوف المجهول اللي عندي في السؤال واطبق في المعادلة في التعويض. يلا لاحظ عزيزي الطالب بأن عندي هني طول موجي، فهذه اللي هو اللمدة طول موجي، ما أنسى أحول النانومتر إلى متر. عندي عرض الشق المفرد كذلك أحول من ملي متر إلى المتر، وعندي كذلك بعد الشق عن الشاشة بهذه قيمة اللي هو 75 سنتي كذلك أحولها إلى وحدة المتر.
لاحظ عزيزي الطالب بأن عندي هني لمدة الطول الموجي، إيش بسوي؟ بحولها إلى متر، فبضربها في 10 أس ماينس 9. لاحظ عزيزي الطالب عندي عرض الشق اللي هو شنو بعوض عنه بالقيمة W، هو عرض الشق بحوله إلى متر، فبضرب في 10 أس ماينس 3، هذه للطول الموجي وهذه لعرض الشق. بعد الشق عن الشاشة بحول إلى اللي هو متر، فبيكون عندي 0.75 متر وهي قيمة الأل. واضح أعزائي الطلبة؟ أتمنى أن أنتم طلعتوا هذه القيم وهذه الإجابات. تعويض مباشر عندي بالقانون. لاحظ عزيزي الطالب أنه مرة أخرى بأن 2X1 هي عبارة عن ماذا؟ عرض الهدب المركزي المضيء. عندي 2 لمدة في L، تعويض مباشر في القيم اللي عندي والمعطيات وبقسم على W بيظهر عندي الإجابة. ما أنسى عزيزي الطالب الوحدة، لأن أنا أتكلم عن العرض بالمتر. ملاحظة مهمة أعزائي الطلبة، إذا كان المطلوب حساب البعد بين مركز الهدب المركزي المضيء وبين الهدب المعتم الأول، فايش بسوي؟ بقسم الإجابة على 2. يعني المجهول عندي أنا الحين طلعته 2x1، إذا بغيت أطلع بس اللي هو x1 اللي هي البعد بين مركز الهدب المركزي المضيء والهدب المعتم الأول، بقسم على 2 وبيظهر عندي الإجابة اللي هي x1. ضروري نركز على هذه النقطة عزيزي الطالب. وهكذا انتهينا أعزائي الطلبة من درس اليوم. أتمنى أنكم استفدتوا، ويعني رجاء مني إليكم أن أنتم تحلون تمارين أكثر وأكثر عشان تأخذ يدكم على الحل في تطبيق المعادلة. كل الشكر والتوفيق لكم أعزائي الطلبة.